أهداف نقاشا قوية جدا خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأظن نحن بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أظن لا بد أن نؤكد على شيء أساسي. أولا المجلس يرى أن مراجعة مدونة الأسرة مشروع من أجل تحصين وحماية استقرار الأسرة وضمان الشروط الكفيلة بحماية المرأة والطفل وتعزيز أفق التمكين لها. أي محاولة إيديولوجية وغيرها لعزلها أو إقصائها أو تعطيلها هي تعطيل عن مصاري التنمية المدمجة. تنعقد اليوم بمدينة أكادير الدورة 12 للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذه الدورة هي الأولى من بعد فاجعة الزلزال، وقد اجتمع الأعضاء بهذه المنطقة وانتقلوا لتالودانت للتعبير أولا على تضامنهم لإبراز مجموعة من المبادرات التي قام بها المجلس في هذا الصدد، وأيضا داخل أشغال الدورة سيتم النقاش حول تفاعل المجلس وآلياته ولجنة الجهوية مع هذه المبادرات وما قام به أيضا للتخفيف من أثر هذا الزلزال. سيناقش المجلس أيضا مجموعة من التقارير الموضوعية التي تهم معامله، وسيختتم اللقاء ايضا بندوة حول موضوع العداله المجاليه. بعباره اخرى فالرهان اليوم على اعاده النظر واصلاح هو رهان على تجسير الهوه بين طموحنا الجماعي في مغرب متسع بجميع مكوناته وبين الامكانيات التي توفرها التشريعات والتنميات الاساسيه.